إذا قالوا لك القوى السياسية وعادوا عليك قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هاي انتخابات، هاي المرة ماكو سلاح، أو هاي صناديق، أو هاي نسب مشاركة قد تمت. دكتور وين اكو يعني بعضهم قال وين اكو ماكو مشاركة استاذ يعني الان لا ماكو مشاركة دكتور مشاركة. احسان الان مشاركة الان المفوضية تقول 40% الخروقات الحمراء قليلة جدا، الانتخابات نجحت، شو ترد؟ هذول اللي انتخبوا اللي قالت المفوضية انه 41%، لا يبدو انه 26 إلى 27%. المهم اللي انتخبوا بقطع النظر عن نسبة الناخبين المشاركين في الانتخابات، هذول ايضا السني راح انتخب قائمة سنية والشيعي راح انتخب قائمة شيعية. من 23 لحد الآن احنا ما زلنا نراوح ونراوح في الطائفية السياسية وفي المحاصصة وغير ذلك من الأمور. أنا ما أريد يعني سلف بعيدا عن المحافظات، غدا بعد غد تأتينا يعني انتخابات مجلس النواب، أنا شخصيا لا أريد رئيس وزراء شيعي، ولا أريد رئيس مجلس نواب سني، ولا أريد رئيس جمهورية كردي. هذه المحاصصة السيئة ثم ماذا جلبت دولة القانون للعراق؟ وماذا جلبت تقدم للعراق؟ هل جلبوا بشيء؟ هم بالواقع عبارة عن طبقة يعني نعم يا دكتور ضياء، حتى بنسب المشاركة التي يشكل عليها الكثيرين، النسبة ازدادت عن عام 2021 أو 2018 مع غياب الجمهور الصدري الذي يشكل ثقلا كبيرا بالشارع الانتخابي الشيعي. يعني كيف نقرأ هذا التنامي بنسب؟ أولا الجمهور الصدري هو ليس إلا مقتدى الصدر، مقتدى الصدر يقرر المشاركة يشاركون، مقتدى الصدر يقرر المقاطعة يقاطعون، ينزل وحدة ينزل وحدة، يتحالف مع طرف آخر يتحالف، فالقرار قرار فردي. يعني أريد نظام ديمقراطي، لا مقتل الصدر يجيبنا الديمقراطية، ولا دولة القانون، لا حزب الدعوة، لا بقية الأحزاب البائسة، ولا تقدم ولا غيره. هذه كلها يجب أن تكنس بصراحة. أنا أريد أنتخب، أنا كناخب كمواطن أريد أنتخب، أنا ضد المقاطعة، بس أعطيني القائمة اللي أستطيع أن أمنحها ثقتي. صراحة لم أجد قائمة. لكن سواء تقبل أو لم تقبل، هذه المكونات لا تستطيع أن تزيحها عن المشهد لأن هي بالأصل موجودة. عزيزي هناك مشكلة أساسية، مشكلة أساسية على الأحزاب الموجودة كلها، أنا لا أعول عليها، كلها لا أعول عليها. زين. نحتاج إلى تأسيس أحزاب من نوع جديد، لكن المشكلة تأسيس حزب هي قضية وضعت أمامها شروط تعجيزية. خلينا نفكر أمرا، كيف نريد نغير؟ ماذا الذي نريد نغيره؟ نريد نغير أنه سياسي فاسد ما يصير على رأس السلطة، وكل السياسيين سنة وشيعة وكردا هم فاسدون. طيب كيف يقود العراق سياسيين فاسدين؟ كيف يمكن أن يقود العراق سياسي لا يفكر إلا سنيا، وسياسي لا يفكر إلا شيعيا، وسياسي لا يفكر إلا كرديا؟ هكذا لا يبنى العراق، هكذا لا يبنى العراق. الأحزاب كلها كلها يجب أن تزول هذه.